السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم مغاير فيه طلبية إن شاء الله ديال البني كما كتشوفوا بجوج ديال الشكيلات وعاديين، يعني البني كما ولفناه شحال هادي عادي غير بالستانيده وعادي. غادي نشارك معكم اليوم المقادير ديالو والمكونات ديالو، الطريقه كيفاش يصدق لكم، كيفاش ينجح معكم، كيفاش يجيكم منفوخ مزيان. هادشي كامل غنشارك معكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا ديال اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش الاعجابات ديالكم، شكرا لكم بزاف. اول حاجه كنحتاجوا الماء، غادي نضيفوا زوج كيسان ديال الماء. كنعبر لكم بالكاس لان اسهل حاجه، حاولوا تعبروا نتوما بالكاس اللي عندكم. كنضيفوا ليه واحد الكاس ديال ياغورت طبيعي، انا هذا هو اللي كنستعمل. من بعد كنضيفوا ليه زوج المعالق ديال السكر لان السكر هو اللي غادي يخلينا داك البنيه ديالنا كيتحمر. من بعد غادي نضيفوا ليه واحد 20 غرام ديال الخميره وجوج الاكياس ديال الفاني. ومن بعد غادي نبداو بالاضافه ديال الطحين. الطحين ما غاديش نديروه نيشان، غادي نديروه تدريجيا. في الاول ضفت 3 ديال الكيسان اولا 4. بديت اول حاجه بربعة ديال الكيسان، من بعد درت ملعقه صغيره ديال الملح صافي. وغادي نعجن كل شيء مزيان، كنخليو حتى كتسدلك العجينه. هذه هي العجانه اللي شاركت معكم اخواتي، وكنت طلبتوا مني بزاف انكم تشوفوا الخدمه ديالها، فما شاء الله الخدمه ديالها غزاله وغزاله وبزاف. فهنا غادي نضيف زوج كيسان اخرين وغادي نخلط هادشي. من بعد ما تخلطوا لي المكونات في الاول ضروري انكم تحترموا الطريقه باش ينجح معكم ان شاء الله البنيه ديالكم. فمن بعد ما ضفت زوج ديال الكيسان اخرين كنخليو العجينه كتدلك. حاولت نقرب لكم باش تشوفوا الخدمه ديال العجانه. راه غادي نخلي لكم الرقم اسفل الفيديو، اللي بغاتها طلبها في داك الرقم اللي اسفل الفيديو. هنا اخر مرحله من بعد ما كيتدلك لي العجين كنضيف له واحد جوج معالق ديال زيت العود، وكنخلي كل شيء كيتدلك مزيان حتى كتشرب ليا ديك العجينه الزيت. صافي كيولي عندي واحد العجينه مطاطيه، فغادي نزولها من 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 على البول نيشان غادي نخدم بها، ما غاديش نتسناها حتى كتخمر. العجينه كما شفتوا خاصها تجيب هاد الطراوه هادي، بالاخص هذيك الزيت فاش تنزيدوها في الاخر فكتعطي العجينه ديالنا واحد اللمعه واحد الرطوبه. هنا كنعاون بالدقيق باش ان شاء الله ما نكتروش بزاف الدقيق البنات، باش هكا العجينه كتبقى في القوام ديالها اللي حنا عجناها فيه ما كتقساحش. هنا غادي ناخذ الميزان، طبيعه الحال ملي كتكون اي طلبيه ضروري ما تعبروا بالميزان. بالنسبه للقياس ديال البني كيكون تقريبا بحال القياس ديال القرص، كندير 50 كذا و50، المهم ما بين 50 و59 هكا فيما جاتكم مزيانه. المهم انكم ما تقلوش على 50. صافي غادي نستمر، غادي نعبر العجينه ديالي بالكامل باش كيجيني البني ديالي متوازن ومتساوي، وحتى في الشوفه كيجي زوين، ما تيجيش وحده كبيره وحده صغيره. ديما تعلموا انكم في الطلبيات توزنوا، ومن بعد غتوليو مولفين، ما تبقوش ديما ضروري انكم تعبروا بالميزان. فهنا من بعد غادي نجمع العجينه ديالي بهذا الشكل هذا، بحيث انها تجي مفينيه في الجميع، لانها ديال المرحله المهمه. الا جمعتوها مزيان راه ما تيبان لكم حتى شي عيب في البنيه ديالكم، تيجي البنيه ديالكم ملس ورطب وما فيه حتى شي عيب. هنا كنكمل حتى غادي نسالي الكويرات بالكامل. كما شفتوا راه هنايا كيبانوا لكم كلهم متساويين، فحتى الخدمه تجيكم مزيانه ملي كتشوفوا شي حاجه مقاده على حقها وطريقه كتجيكم الخدمه مزيانه. البنات اللي كيسولوني على لي كوموند في الانستغرام سمحوا لي راه ما كندخلش بزاف، المهم لي كوموند خليوا لي الرقم ديالكم في الجيميل لتحت، الجيميل انا حاطاه لكم لتحت، صيفطوا لي الرقم فين غادي نتواصلوا معكم ان شاء الله. وديما عافاكم الطلبيات راه كيكونوا على يومين، يعني خاصك الدوموندي بيومين عاد باش توجد لك لا كوموند ديالك. البنات ها نتوما الطريقه اللي كنخدم بها البيني باش يجيني مقاد، كيجيني قياس واحد. راه واخا عبرنا بالميزان لا يكفي انه باش غيجيني قياس واحد، فانا ضروري كندير شي حاجه كنعبر بشي حاجه
الشكل ديالو كيبان كله بحال بحال. انا كنستعمل هاد لو سيركل هذا ديال الحرشه، المول ديال الحرشه، وتنقاد بالكاس. صافي هنا كيجيني البيني بهذا الشكل هذا، كنحطو في الزيف فوق من البلاصه فين غادي يختمر ان شاء الله. هنا غادي نكمل نفس الطريقه، غنخدم بها المكونات كاملين وغادي نحطهم. من بعد غادي نتلاقاو ان شاء الله، لانني غادي نفرقهم. غادي ندير النص هكا تيكون ثقوب من الوسط، غيجي بحال الشكل ديال السفنج، والنص الاخر غادي يبقى عادي، ما غاديش يكون ثقوب. انا خديت غير واحد الغلاقه هي باش بديت كنتقبل بيني ديالي. ها هو نتوما راه بدا كيحمر، مازال حتى ما خليناش يحمر. الحاجه تاني المهمه اللي غادي ننصحكم بها هي الاختمار. فمن بعد هذه المرحله هذه خاصكم تخليوه ساعه 60 دقيقه وهو كيختمر في حراره المطبخ. تتخليه غير على حراره المطبخ، ما تقلوش عليه ولا شي حاجه. فقط انا راه غطيتو غير بهذا المنديل هذا، صافي، وخليته 60 دقيقه عاد باش غادي ندوزو ان شاء الله كنطيبوه. دونك هنا غادي نكمل تراساج ديال البانيه الاخرين. هنا شوفوا البانيه ديالي من بعد ما دازت 60 دقيقه كيخمر، على كيجي يعني على خاطرو. هانتوما كلشي كيبان لكم في لا فيديو، كيطلع على خاطرو، ما تنزربوش عليه باش ما يجيناش مدقص ويجينا هشيش ومفشفش. هنا كناخذو الزيت كنسخنوها في الاول، كنشعلو ليها بجهده باش تسخن. من بعد صافي كنريقليوها، تنديروها متوسطه ولا كنقصو البوطه نديروها متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف. كنعاون انا بهاد المغرفه هذه الشبكه هي باش تنهز البيني ديالي، كنقلبو فيها وتنحطو باش ما يبانوش ليا في البيني، يبانو الاصابع ديالي. فكنحاول كنهز غير بهذيك الشبيكه، وكنحط نيشان في المقله. من بعد ما الزيت سخنات ونقصت عليها، صافي هنا ملي كطيب في الجهه كنقلبها للجهه الاخرى بهذا الشكل هذا. غتقدروا تخليو البيني ديالكم حتى لساعة ونص وهو كيخمر، باش ما كيخمر باش ما كيعطيكم نتيجة مزيانة. غادي نكمل بنفس الطريقة حتى كنكمل هاد الشكل الاول هذا. كما كتشوفوا كيجينا البيني ديالنا محمر وغزال، اهم شيء انه عرفتو من الداخل كيجي اسفنجي وبحال القطن. فغادي نحيدو، غادي نديرو في شي شبيكة باش كيتسقطر الزيت ديالو، وغادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نكملو باقي البيني. بالنسبه للبنات لهاد العجينه هذه كملاحظه وكافاده، راه تقدروا تخدموا بها حتى البريوش، وتسناو مزيد من الوصفات ديال البريوش في القناه ديالي. راكم عارفين اني انا مختصه ديال البريوش فان شاء الله كاين فيديوهات جايين بشكيلات ديال البريوش وبحشوات مختلفة اللي غادي ينفعوكم، تيجيو زوينين حتى بواحد العجينة اللي كتجي زوينة. شوفوا البيني ديالي كيفاش كيجي من فوق مبوط. فهنايا غادي نستمر نكمل هاد الشكيل هذا الاول حتى هو من بعد ما كيطيب، باش ندوز ان شاء الله ونخدم شكل اسفنجي. هنا غادي نرميه، هانتوما راه تنهز عادي وتنقلب، تنهز وتنقلب وتنحط عادي، وهو كيبدا يطيب ليا على خاطرو، كيبدا يعوم ليا بديك الزيت. اهم حاجه ان الزيت تاعي تكون يعني قاده، راه لما كانت الزيت قاده راه ما يجيكمش محمر. هاد التحميره هادي اللي متوزع عليه بالكامل غادي يجيكم بلاصه محمره بلاصه بيضاء. صافي هنا من بعد ما كملتو كذلك حيدتو. انا غادي نزينه ان شاء الله بشويه ديال السكر، لان الكليانه بغاتو عادي طبيعي، بغات شويه بالسكر شويه بغاتو بحال البيني ديال زمان. والشكل النهائي ديالو كما شفتوا كيجي بهذا الشكل هذا، ها نتوما كيجي اسفنجي، كتوركي عليه تيرجع كما كان. كنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، والوصفه كذلك تكون عجباتكم. تسناوني فيديوهات جايه، واكيد غندير لكم حتى البيني اللي غادي يكون مزوق ان شاء الله للوليدات. غادي نخليكم، دمتم في رعايه الله، والى اللقاء.